معانا على الهاتف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بمصلحه الارصاد الجويه. مساء الخير يا دكتور محمود. مساء الخير يا دكتور جمال، اهلا بيك يا فندم. ازاي صحه حضرتك يا فندم؟ اهلا بحضرتك يا فندم. انا في حاله من حالات التساؤل والدهشه، هو بيحصل ايه اليومين دول؟ الجو ماله؟ في ايه؟ انا عارف ان في تقلبات سياسيه في العالم، بس كمان في تقلبات جويه. والله كلها سياسه يا دكتور برضو. لا اله الا الله. طبعا التغيرات المناخيه اللي بتاثر على العالم كله، وفصل الربيع اللي هو يعتبر فصل انتقالي بين شتاء وصيف، دايما كده ما بنشهد في فصل الربيع تقلبات جويه، واحيانا زي ما بقول دايما بنشاهد عده فصول في يوم واحد، الا ارتفاع حراره وفي خلال فترات النهار وانخفاض في فترات الليل، نشاهد نشاط رياح واتربه في بعض المناطق، سقوط امطار في فترات متقطعه في مناطق من السواحل الشماليه الغربيه مثلا زي مطروح، اسكندريه، السلوم، يعني عده فصول في بعض الايام. طب خلينا نسال الاول على هذه العواصف الرمليه اللي كانت في العراق والكويت، ما اعرفش امتدت لفين تاني. المشهد بتاعها مشهد عجيب جدا. انا عارف ان في رياح الطوز اللي بتبقى، بس عاده ما تبقاش بهذه القسوه ولا القوه. ايه اللي خلاها؟ بالفعل طبعا هو زي ما حضرتك ما بتقول، الظواهر الجويه اصبحت اكثر عنفا واشد خطوره من الاول من قبل كده، نتيجه طبعا التغيرات المناخيه، لان احنا دايما ما بنقول ان التغيرات المناخيه تسببت في ان الظواهر الجويه في معظم دول العالم بقت اكثر عنفا واشد خطوره واكثر تاثيرا على المواطنين. فبالفعل طبعا بنشاهد خلال هذه الايام، ما عداش اسبوع عن العاصفة الترابية الشديدة اللي اجتاحت سوريا والعراق والكويت والسعودية، وتأثروا مرة أخرى بعواصف ترابية النهاردة برضو في سوريا والكويت والعراق، وامتد تأثيرها خلال الساعات القادمة لشرق السعودية، ولكنها طبعا هذه الحالة أقل عنفا من الحالة اللي كانت. هل دي ممكن تمتد إلينا بشكل أو بآخر ولا؟ ولا الحمد لله حتى الان الاجواء اللي بتاثر على جمهوريه مصر العربيه بعيده تماما عن الاجواء اللي بتاثر على الجزيره العربيه. فالحمد لله الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا ما زالت قادمه من البحر المتوسط، محمله بكميات من الرطوبه، بمرورها على الارض بترتفع درجه حرارتها خلال فترات النهار، وفي فترات الليل بنشاهد الاعتدال في درجات الحراره. اما الرياح اللي موجوده والكتل الهوائيه اللي بتاثر على الجزيره العربيه وبتسببت بالفعل في نشاط الرياح الشمالية الغربية المثيرة للرمال والأتربة بهذا الشكل، الحمد لله بعيدة تماما. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com أو اتصل على الأرقام التالية. ألفا، قنوات الأسرة العربية.